هلا يا البنات، محدي كنهضر معاكم وكنساين امير. غادي نجاوبكم على واحد السؤال اللي كيتطرح ليا بزاف في التعاليق بخصوص يعني الاجراءات ديال الجنسيه باش تاخذوا الجنسيه الفرنسيه، وانا كيفاش حصلت عليها وداك الشيء. راه كما وعدتكم غادي ندير ماشي غير فيديو، بزاف ديال لي فيديو في هذا السوجي هذا. مي السؤال اللي غادي نجاوب عليه اليوم واللي بزاف كيطرحوه كما قلت لكم، واش لو تيست ديال تي سي اف صعيب؟ دونك البنات، التيست ديال تي سي اف ما صعيبش، راني قلتها لكم في واحد لا فيديو. توكلوا على الله، يعني الا كنتو كتسلكوا راسكم شويه في اللغه الفرنسيه، يعني كتعرفوا تهضروا وتجاوبوا، كتفهموا الانسان لانترلوكوتور ديالكم شنو كيقول، غير سولوا دوزوا التيست. البنات انا بالنسبه لي مشيت دوزت داك التيست، كنت حاسبه انهم غيسولوني في ليستوار دو لا فرانس، في لي دووا دو لوم، مشيت كنراجع في هذا الشيء، ولكن راه الدوموند ديال ناسيوناليتي بار مارياج ما فيهاش هذا الشيء. البنات كيسولوك باش يشوفوك واش كتانتيغراي، يعني واش تقدري تسلكي راسك وتشرحي لوليداتك ملي يكونوا في المدرسه، تقدري تمشي لبولون بلوا بوحدك، تقدري تمشي لاكاف، يعني خصك تكوني عارفه هذا الشيء، شنو هي لاكاف، شنو هو بولون بلوا. هاد لي تروك هادو في لافي اون فرانس راهم اي سون اسونسييل، يعني خصك تكوني كتعرفيهم لاش كيليقوا لاسيستانت سوسيال لاش كتليق، هاد الشيء كامل يعني كيبين انك راكي قادره تعيشي في البلاد ديالهم. هادي اول حاجه، ما واعرش، توكلي على الله، حاولي انك هكا تشوفي، تحاولي تهضري الا كانت عندك صعوبه في الهضره. مي الا كنتي كتفهمي لا بيرسون هو راه غادي يسمعك، واخا تكوني كتلعتمي في الهضره اولا الفرونسي ديالك ماشي تلهيه، يعني حاولي غير تمرني على هذه القضيه هذه. ثاني حاجه كيشوفوا فيها لا بريفيكتور ملي كديري الدوموند، هي الدلائل اللي كتثبت على انك متزوجه بداك السيد، يعني زواج بري، وانتم عايشين بجوج مده 4 سنين، يعني اهم شرط خاص يكون عندكم 4 سنين ديال الزواج، ما ناقصه فيها لا ليله لا نهار. ديك الساعه كتقدروا ديروا الدوموند ديالكم عليها، كيطلبوكم مجموعه من الوثائق، وهذا الشيء على حساب لي ريجيون البنات. مثلا في الريجيون ديالي انا طلبوا لي جوستيفيكاتيف دوميسيل لي 3 ديرني موا، لي زامبو، داكشي ديال لاكاف، لي زيد اللي عندنا. وكما قلت لكم حاولوا ما تخسروا حتى شي حاجه، نهار تدخلوا لهاد البلاد السعيده كاع لي فاكتور ديالكم يكونوا في الاسم ديالكم واسم الزوج ديالكم، يعني اي حاجه كتجيب لو نون ديال مدام اي مسيو، كيشوفوا الكونت كورون واش عندكم ولا لا، ما فيها باس الا ما كانش الا كان كل واحد الكونت ديالو. مي هادو دي تروك خصوصا بالنسبه لينا انا البنات، ملي جيت ندفع الدوموند بزاف ديال البنات كانوا كيقولوا لي ما غيعطيوكمش لحقاش ما عندكمش الاولاد، ما غيعطيوكمش ما عندكمش الاولاد. راه ما كاينش هذا الشيء البنات، هما راه كيقدروا يعرفوا، يعني ربي حنا اللي ما عطاناش مثلا الاولاد الله يحفظ، ومشينا درنا الدوموند صافي، راه حنا راه ما مزوجينش الزواج بصح. زعما بنادم راه شي مرات كانوا كانت كطيح عليا الغمه، كيقولوا لي شي حوايج انت ما خداماش ما غيعطيوكش، وها انا عطاوني البنات ما خدمتش بزاف. قلت لكم اخر مره خدمت فيها هي 2015. دونك غادي نرجع معكم لهذا الموضوع هذا ونكملوا فيه. اول حاجه شوفوا واش دايرين 4 سنين ديال الزواج، عيطوا لا بريفيكتور، طلبوا ان دوسي، وبداو تشوفوا الوريقات ديالكم. شوفوا التي سي اف هو الاولى، لان لي رونديفو كيكونوا بعادين، وما تخافوش البنات من التيست ديال التي سي اف، توكلوا على الله. الناس راه ما تتهضرش، عندها واحد فرونسي حالته وخداته كيطلبوا البي 2، وسمعت بانهم غيزيدوا يطلعوا النيفو البنات. سي سي تافيني او كوتي ريفوني اي ما رابلي لا يفو جاكو فير اي ما في اي ما في Il m'a pris qu'un tube, il doit m'en prendre deux. Il va trop piquer alors. Le bnaz, j'ai dit le tahalil, car il y a juste qu'arrêt de dire le dm. Je suis un stage, je ne sais pas si j'ai un khata, ou aïe t'lai na daba. Je suis un oude, il y a le prise de sang tani. Moi, je sais qu'il va repiquer deux fois. دوك كنقول لكم البنات صافي، شوفوا التيست ديال تي سي اف واش يعني واش صحاب الحال دازو. بونجور صحاب الحال. شوفوا التيست ديال تي سي اف البنات واش قريب عندكم الرونديفو ولا لا. واحد المعلومه البنات ما متاكداش منها، ولكن شفتها في لي ريزو سوسيو، سمعت بانهم غاديين يطلعوا النيفو ديال تي سي اف. دابا كيطلبوا البي 2 اللي هو واحد النيفو اللي بالنسبه للانسان كيفهم وكيهضر اللغه، يعني بازيك، داكشي بازيك كيفهم، يقدر يهضر مع شي حد ويجاوبو ويفهمو شنو كيقول، كيطلبوا البي 2. دابا سمعت بانهم غاديين يطلعوا النيفو درجه واحده. دونك البنات اللي هادي شحال من عام كيتسناو وخايفين غير من التيست،
سيروا دفعوا دابا البنات، لان راه لي لوا كتبدل، قوانين كتبدل كما كنقولوا، والشروط كتبدل، بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا. اللهم بعدا نتوما عارفين دابا الاغلبيه ديال الناس كيدوزوا عارفين الشروط اللي كاينين، داكشي الا كنتم مكملينهم سيروا دفعوا البنات، ما بقاوش تسناو، لان ما عرفنا غدا شنو جاي، ربما غدا هاد الباب ديال 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 الدوموند ناسيوناليتي يتحيد كاع، ما عرفتوش شنو جاي في الطريق البنات، خصوصا اللي كتشوفوا راسكم نتوما متزوجين شحال من عام ووليداتكم وداكشي، يعني غتنفعكم كونوا اكيدين في بزاف ديال الحوايج، لان كاين شي ناس يقول لك ما زادت فينا والو. غنرجع لهذا الموضوع هذا حيت باقي كيجوني فيه التعاليق، الا ما زادت فيكم والو شغلكم هذاك، انا ان شاء الله غتزيد فيا. كل واحد شنو كي شنو شنو, شنو كيبان ليه وعلاش دار ديك الدوموند، يعني تقدري دوزي دي كونكور، الا عندك دي بروجي دون تافي دوزي دي كونكور تخدمي بوغ ليتا. ما عرفتش البنات كاين دي ميتي اللي كيديروهم غير الفرنسيين، يعني علاش بنادم الانسان ما يجربش حظه ويحصل من الوضعيه ديالو؟ واش الانسان غيبقى ديما يخدم نفس الخدمه اللي كتكون محدوده بالنسبه للناس العرب والاجانب اللي جايين من دول اخرى من غير فرنسا؟ يعني راه غتنفعك غتنفعك. وحتى ملي كتكوني غير، انا نعطيكم غير مثال البنات، ملي كتكونوا غير في لايغوبور كتبغيو دوزو، كاينه بريوريتي الناس اللي عندهم باسبور احمر، يعني سي دي تروك اللي تافهين يمكن، ولكن راهم كينفعوا. انا راجلي راه كيدوز هو الاولاني، وكنبقى انا شاده الصف مع عباد الله باش يلاه ندوزو يطبعوا لي الباسبور وكذا وكذا وكذا، يعني سي دي تروك اللي كي سون يمكن يبانوا الناس ماشي شي حاجه، ولكن في لو فون ديالهم راه شي حاجه اخرى. سالينا من لي زاناليز ديال اميره البنات، ودابا جيت ندير ان تو في اكسيون، مي قبل صنع عليا كرونو بوست ما لقانيش في الدار، مشيت دغيا مع كنت جوست اكوتي، جاني هاد لو كولي مع هاد لا مارك كولوري، دائما كنقول كنوريها لكم، دابا كنستعمل غير لي فيرني ديالو. صراحه زوينين هاد اللوينات، ما عنديش هاد الخضر يمكن عندي، مي هاد الفيولي هذا هاد بنفسجي فاتح، وهاد الغوص بيبي اللي حداه زوين بزاف. المهم نخلي لكم لو سيت ديالهم ولا باج انستغرام الا بغيتوا تشوفوا اللوينات ديالهم ولي برودوي، كيبيعوا لي برودوي ديال الاطفال، وكيديروا حتى يعني الناس اللي ساكنين في لا ميم فيل راه عندهم دي سونتر يعني ديال الكوزميتيك، الناس اللي كيبغيو يمشيو يصايبوا قادو في راسهم وداكشي. عيطوا لي شحال من مره، ولكن بعيد الحاله البنات بوغ لو ترونسبور. المدينه اللي قريبه ليا جو بونس كاينين هما في ليون، دونك ان شاء الله الا مشيت شي نهار ليون اولا لباري نقدر نمشي عندهم ونصور لكم لو سونتر دو بوتي ديالهم، حيت ديما كيصيفطوا ليا دي زانفيتاسيون مي ما كنقدرش نمشي. فوالا دونك دابا غادي ندخل للاكسيون ان شاء الله، جيسبر تروفي شي حاجه هكا جديده ونرجع معكم من بعد. وعاود رجعت معكم البنات. مهم اول مغازان مشينا ليه هو لوكليغ كما العاده، مشيت باش نشوف كاينه هاد الريدكسيون البنات ديال لا ليسيف اللي كيعجبها هاد امو هذا. المهم اون جينيرال ملي كتكون لا ليسيف اون ريدكسيون كتكون ماركه زوينه وفيها ريحه زوينه كناخذو، دونك هادو بجوج 6 اورو وكلك البنات، داير لهم موان 50%. دونك هذا ديال اومو خديته، خديت الفريز هذا ديال الاسباني غير العادي، هنايا خديت القرفه ما بقاتش عندي، الزعتر خديت لاباط فيلو نبدل شويه، وخديت هاد الارون هذا كيجي زوين مع بطاطا فيلي دو ارون هاد فومي، الحوت داير له اون ريدكسيون 1.79 بقيتش عاقله، خديت الكونسونطري ديال داكشي ديال رمضان كل مره كناخد حاجه هذا كنحتاجو هكا لي ديسير، سميتو نسلي مي ما خديتش نسلي، خديت هاد الماركه رخيصه، خديت هاد الياغورت كان اون ريدكسيون فيه لي مورسو فروي روج، وهنا هاد الخبز هذا، وخديت لي بيني ديال طنزاني شوي توجو فيدل، وهادو كانوا اون بروموسيون هاد لي زابيرو. صافي غادي نحط هادشي في الطوموبيل ونعاود نتلاقى معكم من بعد. الله شتيوا الريحه ديال التراب البنات شحال زوينه. المهم دابا غادي نتغداو، جانا الجوع راه قرايه 3 وشي حاجه، غادي نمشيو للاومالو ها هو هنايا كيبيعوا عندهم ماكله حلال، ومن بعد غادي نمشيو لليدل ان شاء الله شونجي ان بيتي بو، ما بغيناش نمشيو للماكدو هاد الوقيته هادي، لي كيباب وداكشي كيكونوا سادين، ديكو غادي نبدلو شويه. اجي فا موا تو بيان changer. Oasis. Ça je prends mettre plus. C'est mon petit bien. Voilà le gda البنات خدينا دي منو ديال الكباب عندهم، انا درت فيه الحار والفخيت ولي بواسون، انا خديت اورانجينا وامير خدا
T'as quoi? Rabab? Hein? Kebab? Non, en boisson. Ah, pommes. Non, c'est pas pommes. Non, c'est pas Hawaï. 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 Non, t'as pris Oasis. Oasis tropical. Oasis tropical. Je suis allé à kebab, le bnet. Franchement, je suis allé à kebab, le bnet. Je sais pas si je vais le finir ou pas. Il est beau. Bsah ou raha. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup. Il déborde. Il déborde. Il déborde. C'est pour deux personnes, ça. Rebanat, Mohim, Mour Maklina, Mchit la foire fouille. ومشيت لفخفوي فين عاوتاني الشتا يا البنات والبرد وانا ما لابساش مزيان مشيت لفخفوي ومشينا ليدل تقدينا دي تروك فيت في ومن بعد درت انترمارشي لحقاش كانت فيه واحد ريدكسيون في الصباغه مي لقيت الاغلبيه الصبايغ لي كولون لي كولور لي كولون لي كولور فاتحين بزاف لقيت لي كولور غير فاتحين بزاف ولقيت الكحل فينالمون خديت الكحل كانوا دايرين 5 اورو لا مارك ديال الكاستينغ كنخدم على كاستينغ ولا لوريال هما اللي كيجيبني مع شعري خديت جوج على حساب شعري طويل ودابا غادي ندخلوا البنات غادي نحط داك التقديه ديالي وما عرفت شنو غادي نطيب العشاء المهم هاد النهار كما العاده الروتين ديال التقديه وصافي المهم نتلاقاو من بعد غو بنات المهم يلاه دخلنا للدار غادي نصور لكم في هاد الجهه هادي هي اللي فيها الضوء قبل ما يظلم الحال هكا باش ما نبقاش غدا عاد كنخرج من الثلاجه كاين شي حويجات درتهم ديجا في الثلاجه دونك خديت هنا العطريه خديت لا كانيل القرفه وخديت الزعتر لو تان وخديت هنايا لا موسكات اللي هي الكوزه خديت هنايا السكر فانيي خديت الزبده خديت التون هذا ناتورال ماشي ديال الزيت خديت الفرماج هذا لو دو كريمو لو ماسكاربون لو بري خديت هنا لي لاردون دو فولاي اللوز خديت هنا الروز لو سوكرو هو اللي كنستعمل البنات ما كيلصقش هذا لقيتو في سوبيرو داير دي برودوي ديال البرتغال قل من 1 اورو هذا ديال النكهه الفريز لي كراكرز او فرماج لي فرماج رابي دي 3 كوكيز هادو ديال الكوكو كيعجبونا بزاف هي الكوردون بلو الال ديال ليدل فيها جوج هنا دانيت كانوا دايرين في لي برودوي لي قرب يسالي لهم التاريخ استخديتهم ب 1 اورو 32 سنتيم فعاود 1 اورو 89 سنتيم لا كريم برولي وهنا خديت شوكولا باتيسي اللي كناخذ دائما هو اللي كنديرو في الكيك اولا في لي غلاصاج في كل شيء راكم كتشوفوني هو اللي كنستعملو انا حيت الثمن ديالو رخيص وزوين بزاف في 52% ديال الكاكاو هنا عندي لو سوكر اون بودر عندي لي ساك كونجيل هاد الصغيورين ديال اكسيون خديتهم قبيله من اكسيون بقاو عندي الكبار خديت هاد لي غاتو ديال الكوكو هادو زوينين حتى مع قهيوه في عشيه ولا كنعكز ندير شي حاجه ساك بوبيل خديت هاد البرودوي هذا ديال كلشي البنات ماشي ديال الكوزينه ولا ديال الحمام هذا كيصلح كلشي البنات كيصلح الحمام الكوزينه اي حاجه تخدموا ملتي طاش ديروا به بزاف ديال الحوايج وفيهم الريحه زوينه هادو ديال اكسيون كيدير 1 اورو 39 وقيله وخديت البرودوي ديال الماعن خديت هذا الخضر خديت كذلك البصله خديت واحد لو فيلي المهم غاديش نعاود نوريكم التقديه ديال لو كليغ لانني وريتها لكم يعني في الطوموبيل ديجا بقاو عندي لي بواسون والماء والحليب والعصير في الطوموبيل ما طلعناهمش البنات حيت ما قدرناش نطلعو كلشي اون بليس دو سنسينا لي ساك دو كورس دونك ما بغيناش نعاود نشريو لي ساك دو كورس شرينا غير 3 باش نديبانيو بقى لي الكوفر دابا باش نجيب داكشي حتى لغدا ان شاء الله كذلك هنا كاينه واحد لو بون بلان عند لو كلير البنات اللي خاصهم يديروا ستوك في لا ليسيف كما قلت لكم انا دائما ملي كنلقى لا ليسيف غادي نعاود نقولها لكم وريتها لكم دابا عاد في الطوموبيل جوج ب 6 اورو كيلك لو فاميليال يعني كبيره فيها كدير 40 غسله هنايا دونك راه كاينه هذا وكاينه ديال الورد وكاينه واحد النوع واحد اخر يمكن في الخضر هادو الا بغيتوهم سيروا لو كلير